ملي جيت قيدت ولدي قلت لهم انا بغيت نقري ولدي على هكا في المدرسه، لان الدار وليدي ما كيدصروا الدراري، كيدصروا وبداو ما يبغيوش هادي من المدرسه. لا كتجيب لهم داك الواجبات ديالهم، كتعرف واش غدير معاهم. اما في الدار وليدي ما يمكنش. اليوم النهار الاول كنطلبوا عند الله يكونوا بخير وعلى خير، يقراوا، ولكن راه ربي كبير مع الوليدات، ما يخافوا والو. الدري فرحان، حنا فرحانين باللي دخل المدرسه ولا رجعت القرايه كما كانت. الحمد لله باللي رجع داك الشيء، نطلبوا من الله يحيد عنا الدوبة وترجع الامور كما كانت. ما تيبغيش يتكونسونطرا باش يقرا في الدار، وكونيكسيون عاوتاني زعما بارفو ما تكونش الروشارج تقادا، وهذا هو علاش نفضلوا يقراو في المدرسة أحسن من الدار. تيجي مع المعقم ديالو البافيط وتنوصيو ما يتوشيش حتى حاجة، ما يتبادلش مع الدراري الأدوات وداك الشيء، باش بحالك يحضر راسو. ما يبغيش يقرا، والله ما يبغي يقرا ليا في الدار. والله إلا فرحت دابا مني قراوهم لينا هنايا، والله يبعد علينا هذا الوباء. كان تليفون كاين طابيط ولكنه ما يبغيش يقراو. ولكن حنا غنديروا معاهم الوقاية، نديروا التعقيم، نديروا لهم الكمامة ديالهم، أنت كتشوف يعني غندير كيما دايرين معاهم في الدار غنديروا معاهم في المدرسة. هو المهم يقراو، القراية مهمة ولدي.